ابتداء من هذا العام غادي يعرف برنامج تيسير توسيع مهم في عدد المستفيدين واللي غادي يتعدى 2 مليون ديال التلامذ واكثر من 1 مليون اسرة. بعد ما كانوا كيستافدوا منه السنة الماضية غير حوالي 700,000 تلميذة وتلميذ و 440,000 اسرة. ولكن شنو هو هذا التيسير؟ هو دعم مالي مقدم للأسر المعوزة اللي كتقري وليداتها وبنيتها في المدارس الابتدائية والإعدادية بشرط يتبعوهم في المدرسة باش ما يتغيبوش بزاف، وجا باش يدعم التمدرس ويحارب الهدر المدرسي. شكون اللي يمكن له يستفد من هاد الدعم؟ هاد الدعم موجه لجميع الأسر اللي عندهم وليدات وبنيات تيقراو في الابتدائي في البادية وأيضا في الثانوي الإعدادي في المدينة والبادية في حدود 3 الأطفال. وبالنسبة للجماعات القروية اللي كانوا كيستافدوا من تيسير غادي يبقى التسجيل كما كان من قبل بدون تغيير. وبالنسبة للجماعات اللي غادي يتزادوا ابتداء من هذا العام غير الأسر اللي عندها بطاقة الرميد هما اللي عندهم الحق في التسجيل في تيسير. كيفاش يمكن الاستفادة من هذا الدعم؟ الأمر بسيط، يكفي الأسر اللي معنية بهذا البرنامج أنها تقدم بطلب تسجيل المؤسسات التعليمية اللي كيدرسوا فيها أولادهم، وملف التسجيل غادي يلقاو عند مدير المدرسة وهو اللي غادي يعمر هذا الملف بالمعلومات المطلوبة. شنو هي الوثائق المطلوبة للتسجيل؟ كاينة 3 ديال الوثائق: نسخة من بطاقة الرميد سارية المفعول أو وصل الإيداع يعني الروسي في انتظار الحصول على بطاقة الرميد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ديال الأب والأم أو الواصي، وأيضا نسخة من عقود الازدياد أو نسخة من الحالة المدنية. شنو هو آخر أجل تقديم الطلب؟ آخر أجل باش الأسر الجديدة تقدم الطلب ديالها للاستفادة من برنامج تيسير هو يوم السبت 22 دجنبير 2018.